فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بتوحيد الحاكمية، وهل هو داخل في توحيد الربوبية؟ هذا حدثوه الآن، توحيد الحاكمية لا هو داخل في توحيد الألوهية، لأن تحكيم الشرع عبادة لله عز وجل، تحكيم الشريعة عبادة لله، لأنها تطبيق لأوامر الله ونواهيه وأحكامه، فهي عبادة لا تفرد بنوع، هي داخلة في توحيد الألوهية. نعم.